حياتي ومرحبا بالجميع. هل أجد هنا شخصا يعشق لون الرمال ورائحة البحر التي تبلل النسيم؟ هل أجد هنا من يختار الصمت ليتابع صوت الموج من قريب، لا يتدخل في شؤون الآخرين، يبتسم في وجوههم، يحب أن يكون غائبا حاضرا على أن يكون حاضرا غائب، لا يعرف كيف يكره لكنه يسامح، يختار طرق العيش الأوسع، لا يهم حجم الألم الذي يشعر به، ولا يهم حجم الأمور المعقدة من حوله تثقل كاهله. أعرف أن الأمر ليس سهلا أن يكون ظاهرك منظم وتفاصيلك هادئة لا تثني مقدار التعب الذي تضمره، بمعنى أنك تغلي بداخلك وأنت في قمة الثبات. انحيازك للهدوء واكتفاؤك بذاتك يسمى نضوج. يا صديقي، لا أحد من الخلق يستطيع أن يغضبك دون إرادتك. كل ما يحدث في داخلك هو سبب تحليلك أنت للأمور. عندما تغير طريقة نظرتك للأحداث ستتغير مشاعرك ويهدأ انفعالك. عش كما يروق لك، اكتم أنفاس الحزن وابتعد عن الملل، فالعمر واحد والوقت يمضي، فعشه كما تريد، فأنت من تملك نفسك. خصص وقتا طويلا جدا لتحسين نفسك بحيث لا يكون لديك وقت لانتقاد الآخرين. تكون أكبر وأنبل، أقوى وأسعد. أنت وحدك سيد نفسك، دستورك بيدك، تضع القوانين، تتهم نفسك وتحقق في أمرها وتنزل بها العقوبات، وهي ما يسمى المراقبة الذاتية. أنت من تتأذى بحملك في صدرك الذي يجعلك تشقى به أو تسعد، ترقص فرحا أو تتعب. هل تعلم كم ستبذل من جهد وتعتصر من روحك وعقلك لتظهر من الخارج بهذا الود والراحة والبهجة؟ فليس هناك شيء يوجد عبثا وببساطة. فإذا كنت الشخص المقصود فلا تنسى الإعجاب والاشتراك بالصفحة، ولنا معكم لقاء آخر بحول الله، ودمتم ترفلون في عافية وهناء.